الستارت موتور السلف. الخطوة الأولى بتوصيل النقطة رقم 19 ستارت موتور من مجمع الفيوزات إلى النقطة رقم 85 من ستارت موتور ريليه، من ثم توصيل النقطة رقم 30 من ستارت موتور ريليه إلى النقطة رقم 1 من الكي بوكس، توصيل النقطة رقم 87 من ستارت موتور ريليه إلى النقطة رقم 40 من الستارت موتور أو السلف. وصل النقطة رقم 86 من ستارت موتور ريليه إلى نقاط الجراند، فتوصيل النقطة رقم 41 من الستارت موتور إلى نقاط الجراند. الآن دائرة السلف أو الستارت موتور جاهزة للعمل، ولتشغيلها نقوم بتشغيل المفتاح الرئيسي إلى وضعية الستارت وليس وضعية الأون. وعند وضعها إلى وضعية الستارت نشاهد أن الستارت موتور يعمل.